يعني نحن الآن في منزل الصحفية شيماء عادل المفرج عنها من السجون الإسرائيلية، الحمد لله على السلامة، من السجون السودانية عفوا. يعني عايزين نعرف منك يا شيماء، سافرتي امتى السودان؟ أنا سافرت السودان يوم الثلاث 26/6، تمام. اشتغلت هناك لفترة لمدة أسبوع. يوم الثلاث يعني الثلاث اللي أنا رحت 26، الثلاث اللي بعده كان تم إلقاء القبض عليا. يعني تم إلقاء القبض عليكي فين يا شيماء؟ في مقهى انترنت كافيه. إيه؟ كان المفروض كان في حد زميل ليا، زميله يعني، كلمتني قالت ان في فعاليه في منطقه اسمها الحاج يوسف، ما رضيتش تقول لي اي تفاصيل عنها في التليفون. فلما رحت هناك وبدانا ان احنا نتكلم، بصيت لقيت الامن السوداني دخل قبض علينا. كنا احنا ثلاث بنات وكان معانا ولدين، خدوا البنات بس وسابوا الولدين التانيين. يعني انت كنت بتبعتي شو؟ انا كنت منتظره زميلتي دي بتقولي في فعاليه، بس فعاليه ايه ما اعرفش يعني ايه بالظبط. اكتشفت بعد كده لما كانوا بيحققوا معايا في الامن السوداني ان كان في مفروض مظاهره موجوده في المكان، فعشان كده هم كانوا بيقبضوا على الناس في المكان ده. يعني زميلتك دي كانت صحفيه مصريه ولا سودانيه؟ صحفيه سودانيه. صحفيه سودانيه. يعني ممكن يكون ده استدراج ولا كان ما اعرفش، بس عامه انا رحت هناك وفقا لكلامها، واكتشفت بعد كده الموضوع بعدين لما كانوا بيحققوا معايا. يعني اتقبض عليكي يوم الثلاث، رحتي فين بالظبط؟ يوم التلات رحنا حاجة اسمها القسم السياسي، بدأوا ان هم يحققوا معانا. قلت لهم انا صحفية، قعدوا يحققوا معانا جاية ليه وبتعملي ايه وكنت بتعملي ايه في الحاج يوسف، انت شكلك رايحة تغطي مظاهرات. قلت له انا معرفش الحاج يوسف فيها مظاهرات، وبالفعل يعني كان خلاص يعني خدوا العربية وكانوا هيروحوا، يعني كانوا هيودوني المركز القومي للتخطيط الاعلامي حاجة زي كده، وكانوا هيروحوني القاهرة. قال لي ان انت هتترحلي صباح الاربع، فجر الاربع. بعد كده لما قلت له انا في كاميرا معايا مع زميلتي عايزه اخدها، فلما لقى الكاميرا طولت معاهم شويه. يعني شايف الكاميرا؟ شايف الكاميرا. كان فيها كاميرا؟ لا، ما هو الكاميرا ما كانش فيها كارت اصلا. كنت بعتي تقارير صحفيه للجريده اللي انت شغاله فيها من السودان؟ كنت بعت تقارير ونزلت اتنشرت بالفعل، وده كل يعني في التحقيقات ورثتهم الشغل ده يعني.